الأقسام. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا أمراض القلب، لماذا باتت تصيب الشباب، مع ضيفنا الدكتور أحمد الحاج صالح، استشاري الأمراض الداخلية بمستشفى مديور بدبي. للتواصل عبر الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. دكتور أحمد، السلام عليكم. دكتور أحمد معنا، السلام عليكم، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. أنتم طيبين إن شاء الله. الجميع إن شاء الله، نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وإن شاء الله يكون عام خير على الجميع إن شاء الله. دكتور أحمد، قبل ما أحكي على أمراض القلب، هناك استفسار عن البشاق أو الفواق أو الحازوقة، تسميات مختلفة لعرض يعني ربما يعاني منه عدد من الأشخاص. فشخص يقول عندي يعني دائما بشكل متكرر أصاب بالبشاق أو الفواق أو الحازوقة. نعم، أنت بعض الأحيان نعم تحصل هذه المشكلة عامة للناس الذين تهيج معدتهم باستخدام مواد مثل البهارات الزائدة، وأحيانا الأحماض أيضا قد تسبب هذه، ولها أسباب عديدة حقيقة. نعم. ومنها أيضا التهابات في المعدة قد تسبب هذا، التهابات في البنكرياس قد تسبب هذا. تكثر هذه المشاكل في الناس الذين يتناولون الخمور والكحول. نعم. وهذه التدخين يعني مشكلة قد نعم أحيانا التهابات. نعم. في ارتجاع في المريء أحيانا نتيجة الحموضة قد يسبب هذا، لكنها يعني إلا في حالات قليلة لا تمثل مشكلة خطيرة حقيقة، بس هي مسألة تكون دائما مزعجة للشخص اللي يصاب بها. أحيانا يعني تكون مؤشر لأمراض مثل أمراض البنكرياس، وأحيانا حتى أمراض الدماغ أحيانا بعض المشاكل في الدماغ. نعم. لكن هذه حالات نادرة، إنما هي مسألة شائعة جدا. نعم. أو حتى إصابات في جدار البطن، يعني مثل فتق الحجاب الحاجزي. دكتور، طبعا هناك أسباب مختلفة، نتمنى من الشخص الذي أرسل هذه الرسالة عدم إهمالها، وأيضا مراجعة الطبيب لمعرفة السبب، ومن ثم وضع الخطة العلاجية أو الالتزام بإرشادات الطبيب، لأنه في بعض الأحيان قد يكون فقط إرشادات لتخفيف الإصابة وأيضا تفاديها. طيب، عندي ألم شديد بشكل متقطع في طرف الأصبع الوسطى جهة البصمة، ما سببه وهل له علاقة بالقلب؟ طبعا هذه واحدة من علامات الإصابة بأمراض القلب، هي أن الألم الذي يبدأ في الصدر أحيانا قد ينتقل إلى الرقبة وأحيانا إلى اليد، عادة على اليد اليسرى، ومنها اتجاه الصبع الصغير في اليد اليسرى وأحيانا في اليد اليمنى. وقد تكون هذه أعراض من أعراض علامة من علامات أمراض القلب، لكنها معظم الأحيان تكون نتيجة الضغط على العصب الناتج من مشاكل في الفقرات الرقبة دائما. نعم. طبعا علامات أخرى لما يعني للقلب، ليست هذه العلامة الوحيدة حقيقة التي نبني عليها، هناك إحساس بثقل في الصدر، وبالذات بعد إما مجهود إما تناول وجبة مباشرة نتيجة يعني احتشاء، يعني نتيجة يعني عدم مقدرة القلب لضخ كمية كافية من الدم، وبالتالي يتطلب منه مجهود أكثر من التسارع ومن ثم الضخ، وبالتالي إذا كانت كمية الدم الواصلة على عضلة القلب لتحمل هذا العبء قد تسبب له شوية تعطش في القلب، ومن ثم يسبب آلام. هذه الآلام قد تكون على هيئات مختلفة، بالذات في الأناث الذين لديهم السكر، نظرا لعدم حساسية الأعصاب قد لا يحسون بألم حقيقة، بس تختصر المسألة في عملية التعرق الشديد المفاجئ، الإحساس بالوهن والضعف والتعب. أحيانا قد تكون العلامات غير العلامات المتعارف عليها، ضيقة النفس،
نعم. يعني لكن الألم الشديد حقيقة هي عن إحساس. وأهم نقطة أحب أنوي عليها ألم الصدر. الإنسان الآلام الناتجة من القلب أو الصادرة من القلب لا يمكن الإنسان أن يحدد بالتحديد مكانها. مثلا لو سألت المريض وقلت له حط أصبعك مكان الألم، لا يستطيع أن يحدد مكان الألم. كلما يقوم به أنه يضع يده على الصدر ومن ثم لا يعرف المصدر، لكن هناك شيء ثقيل يحس به، كأنه يصف كأنه شيء زي الصخرة على صدري، أو يعني كأنه واحد محطوط على صدره شيء ثقيل مثلا. نعم. الآلام قد لا تكون دائما يعني الآلام الوحيدة، ومن ثم هذه الأعراض تكون مسبوعة أيضا بالإحساس بالتقيؤ وضيق النفس أيضا. نعم. وضيق النفس. نعم نعم طبعا هناك أعراض. نعم أعراض يعني مثل ما ذكرت، خصوصا بالنسبة للألم، يعني الألم الصدري العادي، يعني ممكن الشخص بإصبعه أن يضع أن يحدد لك مكان الألم الصدري من مختلف، يعني ليس من منشأ قلبي. أما بالنسبة للألم الذي يكون من منشأ قلبي عادة يكون ثقيل ويسمى عاصر، ويشعر المريض بأن كأن جبلا على صدره يعني. نعم. طيب موضوعنا كان أمراض القلب، لماذا باتت، أو يعني اخترنا هذا الموضوع لماذا باتت تصيب الشباب. اليوم منشور خبر في الإمارات اليوم، جريدة الإمارات اليوم، يقول مستشفى دبي يستقبل إصابات بجلطات قلبية لشباب بعمر أقل من 30 عاما. مثل ما بنعرف يعني أمراض القلب عادة يعني تصيب كبار السن، لكن في مثل هذه الأيام باتت تصيب من هم في سن الشباب. ما هي الأسباب دكتور؟ طبعا سبحان الله الزمن أصبح يتسارع الآن، وكذلك الأمراض، وهناك أسباب عديدة لذلك. منها مثلا نمط الحياة، الناس زمان يعني يعتمدون على الغذاء الطبيعي والغذاء الصحي، ومن ثم يحرقون ما يأكلون. وهذه هي المعادلة، وأهم معادلة لحماية الإنسان هي أن نحرق ما نأكل، يعني بما معناه اللي نتناوله يفترض أن نستهلكه، واللي نتناوله يفترض يكون صحي حقيقة. فهذه هي المشكلة الأساسية. طبعا زمان حقيقة أنا أذكر في أيام نحن كنا طلبة، ولا أريد أن أذكر عمري، وحتى يعني عرفنا تقريبا في ذلك الأيام، إذا جاء إنسان أقل من 45 سنة ويشتكي من آلام الصدر، لا يعني ما كنا نعيره اهتمام كبير على أساس لا نحط في بالنا أن القلب أبدا يعني. وبالتالي كنا نقول يمكن يكون آلام الصدر ناتج عن آلام عضلية، ارتجاع المريء مسببا ألم في المعدة في الصدر نتيجة ارتجاع المريء، وآلام أحيانا الناتجة من التهابات الصدر والأقشية المحيطة بالرئة، بالتالي نسميه بلورس، هذا التهاب الأقشية المغطية للرئة، وأحيانا التهاب الرئوي في حد ذاته يسبب آلام. فكنا نضع هذه الأشياء كمقدمة، كنا نعتبر وما زالت هذه النقطتين المهمات الآتية في بعض الأشياء الوراثية، وهذه تكثر اكتشفت في اليابان حقيقة مرض اسمه كاوازاكي، وهذه هي أمراض الأوعية في السن المبكر جدا. نتيجة ذلك الأطفال قد يصابون أحيانا في السن المبكر جدا بإصابة بأمراض بنوبات القلبية أو جلطة في القلب ما نسميها. الشيء الثاني اللي الإنسان يعني يموت في أثناء المجهود نتيجة إصابة أو احتشاء القلب هو مرض يسمونه تضخم في عضلة القلب الغير معروف سببه، يسمونه هايبرتروفيك كارديومايوباتي أو هوكاب يسمونه. هذه طبعا تصيب الرياضيين فجأة، تلاقي يعني شاب في عمر العشرينات ويسقط أثناء أداء مجهود رياضي في الملعب، وهذا حدثت أيضا في أطفال في يعني مشاهير. نعم في سن مبكر خالص. باقي الأشياء حقيقة الحين لماذا أصبحت هذه الأشياء هذه الأمراض شائعة؟ نمط حياتنا، تناولنا الأشياء الدسمة بنسبة كبيرة، والزيوت والدهون الكثيرة،
الفاست فود التي يحتوي على دهون يعني بنسب عالية جدا، عدم ممارسنا لحياة يعني لحياة نشطة، لحياة بها نشاط وحيوية، وعدم ممارستنا للرياضة، وهذه كلها أشياء يعني قد يكون لها عوامل تراكمية مما يجعل الدهون عالية. عدم أيضا الاهتمام بالفحص المبكر للفحوصات المبكرة، يعني يفترض من لديه سيرة عائلية لمرض القلب أن يفحص في سن 25، يقوم بفحص الكوليسترول، ومن ثم إذا وجد كوليسترول أحيانا تكون الدهون وراثية، بالتالي الإنسان قد يصاب نتيجة ذلك في السن المبكر إن لم نقم بالاهتمام بذلك، والكشف الدوري والفحص الدوري للدهون والكوليسترول، ومن ثم في حالة وجوده يتم تدخل المبكر، ومن ثم التعامل مع الحالة كحالة فرضية طبعا. إلى جانب هذا طبعا كما يشاهد كل منا ويعيش حقيقة كل منا نمط الحياة غير نمط الحياة، ظروف الحياة أيضا تغيرت، كل واحد لديه ضغوطات معينة، ضغوطات نفسية يعني ستريس اللي هو انها الناس عايشة. لكن دكتور أحمد نعم يعني لكن بأيدينا، يعني مثل ما بنعرف هناك عوامل لا يمكن التحكم بها اللي هي العوامل الجينية وبعض الحالات المرضية الأخرى، لكن قسم كبير وأنت ذكرتها تتعلق بنمط حياتنا، سواء ما على سبيل المثال التدخين، أيضا قلة الحركة، أيضا اختيارنا للأغذية، التوتر أيضا، يعني حتى لو كان هناك ضغوطات في البيت في العمل، علي يعني الصحة نعمة وعلينا أن نحافظ على هذه النعمة، وأن أيضا نقلل من حجم الخسائر البشرية والاقتصادية جراء الإصابة بمثل هذه الأمراض. يعني إذا كان شاب في الثلاثينات أو ربما في العشرينات من العمر وتعرض لا سمح الله لنوبة قلبية، فهذا يعني أننا خسرنا أيضا طاقة في المجتمع في ال. صحيح، وافقك الرأي تماما. وطبعا ظاهرة الدخان أصبحت مشكلة كبيرة حقيقة في الجيل في الأجيال الصغيرة حق. وبالتالي تجد أنه يعني الدول أحيانا الدول الغنية قد لا تكون هي الغناء، قد لا يكون السبب للتدخين، هناك دول فقيرة أيضا مدخنة، لذلك الدخان واحد من الآفات سبحان الله، يعني رغم وجود كل التحذيرات الدولية إلا أنه أصبحت مشكلة شائعة ومشكلة بتؤدي إلى بالفعل هي ويعني عامل من عوامل الوفاة، إن لم تمت بالقلب قد تموت بالرئة، ومن لم تمت بالرئة تموت بالسرطانات المختلفة اللي سبب الدخان. الدخان آفة لا شك فيه. إلى جانب هذا طبعا يعني قيامنا بأشياء يعني نمط حياة شيء مهم جدا جدا في حقيقة على بالفعل، رغم أنه صحيح الجو أحيانا يكون غاسي، لكن هناك أشياء وفرتها المؤسسات المسؤولة، البلديات، الدول موفرة بعض الأشياء يعني قد تساعد الناس أو تشجع الناس على القيام ببعض الأنشطة. هناك ممشى في كل حديقة تقريبا، لو تمكن الإنسان من أخذ جزء من وقته، لو حاول أخذ استفادة من جزء من وقته حقيقة بأخذ يعني ساعة أو ساعتين من الرياضة أو من المشي السريع، قد يكفي لحرق الدهون وقد يقينا من وتخفيف الهموم أيضا وللتخلص من التوتر، يعني لأنه أيضا الرياضة تقلل من التوتر، وأيضا تمنح الإنسان طاقة إيجابية، تجدد التروية الدموية، تجدد التهوية الرئوية، وأيضا تخفف من التوتر. طبعا أمراض القلب الوعائية يعني اعتبرتها الدول وأيضا منظمة الصحة العالمية هي قضية إنمائية، لها علاقة أيضا بالاقتصاد، لها علاقة أيضا بالتنمية في الدول. لذلك علينا جميعا كأفراد في المجتمع يعني ألا ننتظر فقط من الهيئات الصحية ومن وزارة الصحة ومن المؤسسات الحكومية أن تقوم بالدور، طبعا هي تقوم بالدور، لكن علينا كأفراد دور لتخفيف العبء
أتكلم هنا عن العبء سواء كان من الناحية الاقتصادية وأيضا من الناحية البشرية. موضوع التدخين نعم تفضل دكتور. التدخين وغيره طبعا. أيوة نعم. بالنسبة لل طبعا الشخص بمجرد ما يكون أصيب إما بجلطة في القلب أو بجلطة في الدماغ أو سكتة دماغية أصبح من شخص منتج إلى شخص استهلاكي. طبعا الموت بيد الله، العمر مكتوب، لكن الإنسان في طول حياته قد يكون متكلا على غيره لكون لحالته الصحية، بالتالي لا يعتبر يعني خسرنا شخص منتج مفروض ينتج في حدود 50 سنة. يفترض إذا أصيب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في السن المبكر في العشرينات في الثلاثينات فقدنا 20 عام من الإنتاج للشخص هذا. هذا الإنتاج قد يستفيد قد يعول به عائلته، قد يعول به أهله طبعا ونفسه ويعتمد على حاله وينتج. بالتالي يعني هذه يعني ماديا لو ترجمناها ماديا هذه حقيقة هي مليونات ملايين من الفلوس حقيقة تفقد نتيجة ذلك. لهذا يعني ال الشيء الثاني هو أيضا مش فقط فقدنا ما ينتجه هو، إنما أصبح هو جزء استهلاكي أو جزء استهلاكي يحتاج إلى يعني مواد حتى يعيش هذا الإنسان، يعني من أدوية من مستشفيات من الرعاية الصحية، وبالذات إذا كانت مثلا السكتة الدماغية طبعا قد يحتاج إلى يعني شخص يرعاه، شخص يقوم بإطعامه. فبالتالي هذه مسألة من ناحية الاقتصادية عبء شديد على الدولة أو على المؤسسات الصحية أو والمؤسسات العمل الإنساني في كل دولة حقيقة. نعم. طبعا هذه هي يعني مآسي للأسف يعني التي يمكن الوقاية منها بقدر الإمكان طبعا باستخدام أو بالعيش بنمط حياة جيد، بتناول الغذاء الصحي، بتناول الميديترينيان فود يسمونها، يعني أشياء فيها خضار وسلطات وفواكه، الاكثار من هذا وجميعها متاحة دكتور أحمد. نعم. جميعها متاحة. وأيضا الجانب الآخر أنه المراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة تعمل على مدار الساعة أيضا متاحة لمن يرغب بالاطمئنان، لمن يرغب بالقيام بفحص دوري، يعني خصوصا الأشخاص اللي عندهم قصة عائلية للإصابة بأمراض القلب الوعائية. لهذول الأشخاص طبعا يفترض أن يقوموا بزيارة الطبيب قبل المرض، قبل إصابتهم بالمرض لا سمح الله، من أجل الاطمئنان وأيضا من أجل تعديل نمط الحياة باتجاه الحياة الصحية. ومثل ما بنعرف يعني أمراض القلب هي المسبب الأساسي للوفاة في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصا أنه لدينا أيضا السكري والبدانة منتشرة، يعني السكري تقريبا 1 من بين كل 4 أشخاص مصاب بالسكري و1 من بين 4 أشخاص مصاب بالسكري وهو غير مشخص أو لا يعرف بذلك. نصيحة الأخيرة دكتور أحمد. والله طبعا النصيحة الأخيرة اللي أقولها لأخواني وأخواتي هو أن نرجع إلى الطبيعة، أن نقوم بنمط الحياة، أن نختار ما نأكل وما نشرب، وبالتالي علينا الاهتمام والكشف المبكر وزيارة يعني اليوم كل العلم موجود حقيقة وكل النصائح موجودة في الإنترنت، بالتالي الاطلاع. ومن ثم لو وجدنا كل واحد تقريبا لو كانت بدل الأسواق أن تكون مزدحمة لو وجدنا الشواطئ مزدحمة لعشنا حياة أفضل، وهذا ما أتمناه. نعم. جميع وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. كل الشكر للدكتور أحمد الحارث صالح استشاري الأمراض الداخلية بمستشفى مديور بدبي. دكتور أحمد شكرا جزيلا لك. وعفوا والسلام عليكم.